السلام عليكم. عندما نتحدث عن الكبار فنحن نتحدث عن برازيل الكرة المصرية درويش العرب، وهو زعيم القارة الذي أخرج وسند المنتخبات وسند الأندية وسند الكرة المصرية. الإسماعيلي سيظل الكبير وسيظل هو زعيم القارة، وليس بالكلام بالأفعال. الإسماعيلي هو من أخرج الكثير من النجوم، وهو من حصل على البطولات مع المنتخبات في ظل وجود نجوم سند هذا المنتخب الكبير، في ظل وفي وجود المعلم حسن شحاتة. الإسماعيلي فعل الكثير. الإسماعيلي سيظل زعيم القارة في ظل وجود جمهور عظيم يساند هذا الكيان الكبير ويساند قلعة الدراويش، في ظل وجود مجالس إدارات، في ظل وجود لعيبة وجهاز فني ودعم ومساندة. سيظل الإسماعيلي وسيعود الإسماعيلي إلى مكانه الطبيعي. ولكل من ينتمي إلى هذا القلعة الكبيرة، فعايزك تنتظر معايا آخر حلقة. ولا تنسى صديقي الدعم بالاشتراك واللايك في قناة الحريف كورة مع الحريف، لتكون واحد من ضمن الحريف. فاشتراك لايك سبسكرايب وانضم إلى الحريفة التي تساند برازيل الكرة المصرية عن طريق هذه القناة، وفضلا وليس أمرا ظل معايا آخر حلقة وانتظر معايا آخر حلقة عشان معانا أخبار هي الأهم. ولو اول مره تشوفنا فبالتاكيد شرف لنا وجودك على القناه واشتراكك على القناه وتكون واحد من ضمن الحريفه التي تساند البرازيل الكره المصريه عن طريق هذه القناه. وقبل ما نقول نصلي على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم وننطلق حلقه هي الاهم عما يحدث داخل اروقه وداخل جدران نادي الاسماعيلي لكل من ينتمي الى برازيل الكره المصريه. البدايه ان احنا اتكلمنا عن الاسماعيلي، والاسماعيلي سيظل على وضعه وسيعود الاسماعيلي الى مكانه الطبيعي. اسمع مني، في مساندة من مجلس إدارة ومن لاعبين ومن جهاز فني ليعود الإسماعيلي إلى مكانه. الإسماعيلي حتى الآن 3 وديات بعيدا عن النتائج وبعيدا عن أنها مباراة ودية، ولكن الإسماعيلي في روح داخل الملعب، في روح بين اللاعبين. اليوم الإسماعيلي يستعد لتاني لقاء، امبارح لعب مع الجيش وفاز على الجيش 2-1، واليوم يقابل الإسماعيلي نادي بلبيس في 4:30 عصرا استعدادا لرحلة قطر ومعسكر قطر الذي سيكون في الفترة من 15 لـ22 أكتوبر. الإسماعيلي بيستعد، الكل يستعد، مجلس الإدارة بيحاول يدعم بفلوس من الخارج لانتعاش خزينة النادي الإسماعيلي. الناس دي شغالة. هو كان في الفترة اللي فاتت شوية تشتت بين مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، لكن أنا بقول لك الدنيا هترجع وهيرجعوا يتكتفوا من اجل الدراويش فقط. في روح بين اللعيبه من ساعه وفاه الراحل عن عالمنا الكابتن ايهاب جلال. رحل عن عالمنا ولكن لن يرحل من قلوبنا، لاني هو ساب بصمه وساب علامه لن ننساها ابدا كجمهور ومحبين لدراويش الكره المصريه وللكابتن ايهاب جلال. امبارح طبعا كان في دي احداث لي على روح الكابتن ايهاب جلال، وهتحصل كتير لان احنا لن ننساه، لن ننساه بمعنى الكلمه. فالاسماعيلي اليوم يستعد لوديه جديده في 4:00 عصرا ووديه رابعه امام نادي بلبيس، طبعا احد انديه الدرجه الثالثه، بعيدا عن مستوى الدرجات ومستوى الكلام ده بالنسبه للانديه والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. لا لا لا، كل دي مباريات وديه، لان اللعيبه اللي لعبت امبارح مش هتلعب النهارده، يعني مش هيلعب ملواني، مش هيلعب مثلا نادر الفرج، مش هيلعب عماد حمدي، مش هيلعب محمد بيومي، مش هيلعب محمد حسن، مش هيلعب هيغير هو كابتن حمد ابراهيم عامل تيمين، تيم لعب مباراه امبارح وتيم هيلعب مباراه النهارده. هو عايز ياخد من دول خلاصه تيم واحد يقدر يبتدي بيه الموسم. ده فيك الكابتن حمد ابراهيم في هذا التوقيت. هو عامل سكوادين، عامل تيمين، تيم اول وتيم تاني، ما حددش لسه مين ومين. هو بيشوف الافضل هنا والنسب هنا ويشوف الدنيا ويختار من الاثنين تيم واحد هو اللي يبتدي بيه الموسم. فعشان كده اللعيبه كلها متحفزه وعندها باور عشان عايزه كلها تكون متواجده، لان هو قال لهم كلمه في البدايه، اللي هيصر نفسه في الملعب هو اللي هيفضل متواجد في الملعب. تمام، ده بالنسبه لي النهارده. طبعا اسماعيلي وبلبيس امبارح، الاسماعيلي لعب 4 مواجهات بمباراته اليوم، هيبقى 4 مواجهات وديه. لعب الاسماعيلي مع الشهداء وفاز 5، ثم بورتو السويس فاز 4، ثم لعب امس مع طلائع الجيش وفاز 2-1 بهدفين
هدف لعلي الملواني وهدف لنادر فرج وهدف كان لطلائع الجيش لاحمد الشيخ لاعب طلائع الجيش احمد الشيخ او اسف طلائع الجيش عبد الحميد كابتن عبد الحميد بسوني لاعب بالتيم بتاعه العادي العلم ما تفتكرش ان هو كان بيدعم كان في تدعيم بشباب نوعا ما، ولكن كان التيم الاساسي لطلائع الجيش كان كله موجود في الملعب. يعني الكابتن عشان الناس اللي بتقول عبد الحميد كابتن عبد الحميد بسوني ساب الماتش الاسماعيلي ده مباراه وديه يسيب ماتش وراه في ماتش في الدوري. خلي عقليتنا اكبر من كده شويه في الكلام ده، لاني امبارح لقيت اكتر من تعليق بهذا الشكل. كابتن عبد الحميد مسعودي متعاطف مع الاسماعيلي وساب الماتش، مفيش الكلام ده صريح. دي مباراه وديه هيسيبها بناء عنه، ولا فيها 3 نقاط ولا فيها بونت روح معنويه بالنسبه لنا احنا، دي مباراه وديه برضه للعلم عشان تبقى انت ظهر لك الدنيا في مباراه وديه، فاحنا مش هتفرق معانا تمام. طبعا ده بالنسبه لي المباراة الرابعة اليوم. طبعا المباراة لسه بادئة، في انا عندي مشكلة، كان عندنا مشكلة في التصوير النهاردة، فاحنا قلنا نخطب التصوير لان عندنا جهاز من الاجهزة حصل فيه مشكلة ف هيحتاج وقت في الصيانة، فاحنا حبينا نخطب الحلقة النهاردة عشان ما عندناش امكانيات نطول وما عندناش امكانيات ان احنا نشتغل كتير وما عندناش امكانيات ان احنا نصور بعد المباراة بصراحة الاسماعيلي ونادي بلبيس. فقلنا نصور في انطلاق المباراة أو أثناء المباراة. طبعا المباراة لسه بادئة، أنا ما روحتش النهاردة، كنت المفروض أكون متواجد دلوقتي في ساعة المباراة، ولكن ما قلت أصور الحلقة وبعد كده أوصل لغاية النادي أشوف الدنيا فيها إيه. طبعا معلش إن الواحد مشغول بين النادي وبين التصوير وبين إن أنا أعرفكم الأخبار وأوصل لكم، ولكن أنا والله العظيم بحاول أسعى كل الجهد إن أنا أطلع وأقول لك كل المعلومات يوم بيوم، عشان خاطر أنا عارف إن في تضارب على السوشيال ميديا، البعض ابتدى يهدم بعد الحديث ما ابتدى يضغط فيديوهات، فعشان كده بستطلب منك غير إن أنت تسند القناة وتدعم القناة على قد ما ربنا يقدرك تمام. ده بالنسبة لي. طبعا انا قلت لك في تفاصيل عن استعداد الاسماعيلي للسفر الى ركل قطر، وقلت لك الميعاد ان شاء الله التأشيرات او هي الموضوع كله بالتأشيرات دلوقتي، لاني بالفعل التذاكر اتحجزت الدنيا، لاني شركة زيت المتكفلة بكل شيء يخص بس الاسماعيلي للسفر الى قطر، ومعسكر الاسماعيلي طبعا من اكل وشرب واقامه، غير ان هم رايحين عشان قلت لك قبل كده لو انت متابعني في الحلقه قلت لك عشان الزي الجديد بتاع الاسماعيلي وعشان خاطر الستايل الجديد وعشان خاطر الدنيا تتظبط وعشان يجيبوا فلوس من الشركه الراعيه اللي هي المفروض كانت اديتهم فلوس في اول مره، ولكن المره دي هيدوهم شيكات يصرفوها، طبعا هتنقش خزينه اسناد الاسماعيلي وهتظبط الدنيا، ففي صفقات هتيجي، ولكن الصفقات دي مش من حقنا دلوقتي نتكلم عنها، ولكن ايه اللي هيحصل بالنسبه للصفقات الجديده المتواجده في نادي الاسماعيلي حتى الان، ومنهم 5 افارقه هكلمك، لدرجه النهارده واحد من اصدقائي جوه النادي واحنا بندردش مع بعض بيقول لي موزيس يا اخي بقاله كتير، ايه موضوع موزيس؟ يعني بقاله كتير متواجد ما بيلعبش بيتدرب بس. موزيس انا قلت لك تقيد تحت السن ولاعب متواجد على قائمه الاسماعيلي، ولكن مش موجود، يعني موجود هو موجود على ذمه الاسماعيلي مش في القائمه بتاعت الاتحاد تمام، لان الايقاف طبعا موقف الدنيا. اللعيبه دي مسيرها ايه ولا هيعملوا معاهم ايه، فانا هبلغك اول ما يوصل لي خبر. اللعيبه بتتمرن وبتتجهز، ايه اللي هيتم؟ انا قلت لك في مقعدين على السيستم، ايه اللي هيحصل فيهم ده اللي احنا منتظرينه. طبعا عندي تصريح الكابتن محمد ابراهيم امبارح بعد لقاء طلائع الجيش، بيقول لك بعد الفوز على طلائع الجيش مواجهه طلائع الجيش كانت احتكاك جيد لجميع اللاعبين الفريق قبل انطلاق المنافسه الرسميه، نتطلع لتحقيق المزيد من الانسجام بين جميع عناصر الفريق. الدوري في الموسم الجديد بشكله الجديد سيكون الاصعب للغايه، لكن علينا ان نعمل وفقا لتلك الظروف. نحتاج الى جماهيرنا، الدافع الاهم والاقوى للفريق. نتمنى عودة الجماهير إلى المدرجات في المباريات في الموسم الجديد، لأن الجمهور هو السند والدعم والدافع الأول للشباب في الفريق. طبعا تصريحات أكثر من رائعة، تفاؤل في جهاز الإسماعيلي وتفاؤل من لاعبي الإسماعيلي. أنا عايز أقول لك إن اللعيبة كلها بتشغل على نفسها بقوة. أحمد الشيخ هيكون متواجد بإذن الله من بداية الموسم، هشام محمد بيتجهز،
في لعيبه كتير بتتجهز. إريك تراوري ما جاش حتى الآن. بالنسبة لحمدي النقاد، إريك تراوري هما بيتكلموا معاه عشان يجي، تمام؟ وأيضا أحمد محسن، ولكن حتى الآن الاتنين لسه ما جوش، ولكن ممكن يجوا خلال اليومين الجايين. حمدي النقاد ينهي أزمة الزمالك، حمدي النقاد أنهى أو بخلال الساعات القليلة القادمة سينهي أزمة الزمالك وهيديهم فلوسهم. وطبعا بعد مكالمة الكابتن حمد ابراهيم لحمد النقاص، فانا بقول لك حمد النقاص خلال يومين او ثلاثة هيكون متواجد في تدريب الاسماعيلي. مع ان الناس كتير بتقول لي بلاش حمد النقاص، ما هو صديقي فين دلوقتي البديل الافضل؟ يعني معلش، للعلم هو كان فيه ولكن قبل القيد خلى ما فيش. احنا دلوقتي اللاعب ده موجود على قيد او على قائمة الاسماعيلي حتى الان. اللاعب عقده ما انتهاش، عقده لسه مستمر للموسم القادم، فعقده مستمر، فهو على قائمة الإسماعيلي، فأنت تستفاد بيه أحسن ما الشاب لسه هيقع شوية ويقوم شوية ويقف شوية. ما خلينا برضه نتكلم بعقلانية شوية، تمام؟ طبعًا قبل ما أقفل الحلقة، تحياتي لكل متابعين القناة، ولكل شخص محترم معايا على القناة بينتظر معايا لآخر الحلقة. انا عارف ان انا نفسي اخدم الكل، اقسم بالله في موضوع العدوية كلكم بتكلموني وكلكم بتتواصلوا معايا على العدوية، واقسم بالله كلهم من خارج مصر، من خارج، اسف اسمعني، اللي من البحيره واللي من دمياط واللي من بورسعيد واللي من القاهره وعايز يجي يعمل عدوية، عايزني اقابلك قدام النادي واخدك واشيلك كمان لو انت تعبان. حاج محمد، حاج محمد انا عناية ليك، بس انا لو اقدر ان انا اعمل لك واجيبها لك لغايه القاهره اقسم بالله ما اقصر. والله لو كل واحد من خارج الاسماعيليه اقدر اعمل له العضويه واجيبها له لغايه عنده لغايه البيت فانا مش هقصر، ولكن لازم انت تيجي تستلمها بنفسك، لان يوم ما تدلي بصوتك لاي حد هيقعد على الكرسي هيكون صوتك انت، ما ينفعش صوت الحريم. يا رب تفهم اللي انا عايز اوصله لك، وانا اسف لو انا مقصر، بس والله ده مش تأثير، ده سيستم. صوتك انت بالصوت، انا نفسي اخدم الكل ونفسي اساعدكم، بس حاجة مش خارج ارادتي، انا اللي في ارادتي انا بعمله، ولكن ده خارج ارادتي. شكرا لكل وصل معايا لاخر حلقة، وشكرا لكل محب الاسماعيلي اللي بجد بيحب النادي من اجل النادي، اللي بيساند النادي حبا في النادي، مش حبا في مجلس ولا حبا في مدير فني ولا في لاعب معين، اللي بيحب النادي من اجل النادي، من اجل عوده الاسماعيلي الى مكانه الطبيعي، من اجل الفرحه، من اجل ان احنا بنبقى مبسوطين لما الاسماعيلي بيلعب وبيأدي بعيدا عن النتيجه. فشكرا لكل اللي وصل معايا لاخر حلقه، وشكرا لكل الناس. انا مش طالب منكم غير حاجه واحده بس، ان انت دعوه وان انت تترحم على الكابتن ايهاب جلال، لان بجد احنا مفتقدينه. وتاني طلب اخوي مني دي او منك ليا، ان انت لو نسيت ان انت تشترك في القناة تشترك، ولو اي حد بينتمي لبرازيل الكرة المصرية وخصك يشترك ويتابع ويعرف الاخبار. عايزين القنوات تكبر، عايزين قناة الكرة مع حريف تكبر، من اجل الدراويش، من اجل عودة الدراويش الى مكانه الطبيعي، من اجل ان صوتنا يوصل لكل واحد اسماعيلاوي، من اجل ان صوتنا يوصل لمجلس اداره ويوصل للاعبين ويوصل لجمهور في كل مكان حول العالم. اتمنى ان احنا كلنا نتكاتف زي ما هم جوه النادي حاليا بيتكاتفوا من اجل عوده الدراويش الى مكانه الطبيعي. عايزين نتكاتف، عايزين القنوات بتاعتنا تليق ببرازيل الكره المصريه. فلا تنسى صديق اشتراك، لايك، سبسكرايب، والتعليق الافضل من رائع اللي انا بنتظره منك. ما اقدرش غير اقول لك يا صديقي، انتظر الحريف في حلقه غدا باذن الله والله عز وجل بها الكثير عما يحدث داخل جدران واروقه النادي الاسماعيلي، من اجل حب وعشق للنادي الاسماعيلي ومن اجل جمهور ينتمي الى برازيل الكره المصريه. اتمنى لكل يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.